بايلا. الو قليل اللي ما حش يحب لا بايلا، طول الموند لا دون. وهذه الوصفه راح نديرها مع الشيف حمزه، لكن هذه الوصفه تعلمها من الحاجه ليندا اللي هي الجير لو ريستوران مع الزوج نتاعها. دوك لا دوري دوك راح نديرو لا بايلا مع الشيف حمزه. هلا رانا عندك اليوم. مرحبا بكم. الله يخليك. راح نبداو دابا بالخضره اللي هنا. واش عندك؟ عندنا لونيون، بصل مقطع، طوماط طابي، عندنا البوافرون، فلفل الوان مقطع شرائح، ايوا طوماط سوريز بور لو ديك ديكوراسيون. فوالا عندنا ثاني جلبانه ضروريه جدا، وهنا فلفل ترشيح احمر. ديرها شويه غولفي. هذا حار شويه ولا حلو؟ لا حلو. حلو اوكي. ونروحوا لي فوي دو مير اللي راح تدخل في لابايلا تاعنا. هنا واش عندنا؟ عندنا ليمول، لي بالول، سيبيا، بولي، اسبادون، كالامار، الكروفات، لا بلونش، البيضه. البيضه فوالا. وعندنا لي كروفات رويال، تخليهم باش ديكوري بهم بعد كده. بور دير كو هاد لا بايلا الي رويال يا جماعه. الوغ من بعد نروحوا عندنا ثاني المعدنوس. بيرسيل وي معدنوس. والتفاح اللي تستعملهم عندنا من الفلفل الكحل، الفلفل العكري، والكركم. كركم في البايلا الاصليه يستعملوها ولا هذه لمسه جزائريه؟ لمسه تاع الحجه. لمسه تاع الحجه. الله يبارك. وهنا عندنا الروز راه واجد. الوغ واش درت له هذا الروز؟ درنا له ملح و كركم. ايه هذا ما كان ماراش طايب هنايا، راك منقعو راه طايب. نص طياب منقعو من الفوق، من الاول تغسلو وتنقعو في الماء. الماء اللي يكون فيه الملح والكركم باش يعطيلو هذا اللون. شوفوا جماله ما شاء الله. هذاك الكركم كي مزع عليه واللون رائع جدا. وطيبو نص طياب باش من بعد كينا طيب لك يطيب لك الروز مع لي زانغريديون تاع لا بايلا. تقريبا شحال؟ خمس دقائق تغليه. هكذا سا مينوت ماكسيم. خمس دقائق تمام. وهنا عندنا هنايا زيت زيتون مع زيت سانغو مع زيت عاديه. وهنا واش عندي؟ عندنا لو فون تاع البايلا. الوغ لو فون تاع البايلا واش دير فيه؟ نديرو فيه لي كاركاس تاع لي بواسون. فوالا نديرو لها الملح، الفلفل الكحل، الثوم، الرند، ونمرقوها والصوص طوماط. صوص طوماط تخليها تغلي ومن بعد كي طيب كيطيبو كامل. طيب مليح تصفي نصفيها فوالا. اي اون ريكوبيغ هاد لو فون تاعنا اللي هو تاني راح يزيد يعطينا البنه لولا بايلا. الوغ دوك راح نبدا وصفه البايلا تاعنا. بسم الله. دوك تقلي البصل. وي يليق لك باش تخلط ثاني؟ وي تفضل. دوك هنا حطينا في البلا بايلا تاعنا الزيت، زيت سونغو كيما نعيطوا لها، والبصل مقطع رقيق. تمام. دوك نبداو نحطوا الفلفل. ايه خلطنا هايتوس فلفل شرائح. عندنا جلبانه. تحطها دروك جلبانه. جلبانه مسلوقه نص سلقه ولا خضره؟ خضره. اوكي. عندنا لا طوماط بشويه حطها وفاز. بون نبداو نرمو في زانغريديون تاعنا. عندنا تخليهم يدخلوا شويه طياب ولا تما؟ وي انا ماما يدخلوا. خليهم شويه طياب يدخلوا. اوكي خليهم يتقلوا شوي. بون نبداو بشويه. فوالا كروفات. راح تشهي هاد الكروفات. زيدو ولا صايي؟ سي بون. بون سي بون. بون عندنا كالامار. كالامار حطو عندي مقطع. اوكي كمية شوية 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 شوية. اوكي عندنا ليسبادون. مقطع ثاني مكعبات رقاق. وفات باش يطيبوا كامل كيف كيف كامل كيف كيف ويطلقوا البنه. يطلقوا كل واحد يطلق البنه تاعو وكل البنات تجانس مع بعضياتها. تولي بنه واحده. تمام. فوالا عندنا نزيدوا سيبيا. توجور. واش نزيدوا درك؟ نزيدوا شويه بولي فيها الدجاج. هذه تيغي مير. هنا عندنا شويه دجاج. كاين اللي يديروا لي بيلون، كاين يديروا لي كويس. تحب دير لي دي دو بولي البلون. البلون دو بولي فوالا. او لا 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 تخيلوا معايا يا جماعه كامل هذوك لي سافور مع بعضياتهم. تو سي بارفان تو سي غو دون ان سول بلا مانيفيك.